بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع التعلم مع جمال. طبعا راح أجاوب عن سؤال الأخ محمد الدوسري، وأيضا في أسئلة بنفس العلاقة أو يعني لها علاقة بهذا السؤال. يقول أخوي جمال، لو شريت دبتين غاز الفريون 22 وحطيتها عندي بالبيت للاحتياط، هل لها مدة صلاحية غاز الفريون، وكم صلاحيتها من سنة تقريبا؟ أيضا سؤال آخر بنفس يعني الأسلوب بس مختلف شوي. واحد يقول يعني هل مثلا غاز الفريون في وحدات التبريد له مدة صلاحية، يعني له مدة سنتين ثلاث أربع خمس، أو ما له مدة الصلاحية؟ راح أجاوب عليه. طبعا دائما أنا أشرح لكم على الورق. أولا غاز الفريون ممكن نقول أنه نعم له مدة صلاحية، أوكي، وممكن نقول لا ليست له مدة صلاحية. يعني كيف يعني نعم أو لا؟ زين، لا وراح تشوفونها أو تحصلونها في المكيفات الشباك. مكيفات الشباك هذه ممكن تعمر معاك 5 سنوات وأكثر، 10 سنوات، 15 سنة. وفي ناس متفاجئ، أنا يقول لي عندي مكيفات صار لها من 25 إلى 30 سنة عمرها، يعني بس كل اللي يسويه يغسله وينظفه وكان الله غفور رحيم. ليش؟ مكيفات الشباك هذه تيجي من المصنع، ما فيها أي تدخل من أي فني، تم تعبئة الغاز الفريون داخل المصنع، وبالتالي ما في هواء، ما في رطوبة، ما في أي بلاوي تأثر في جودة هذا الغاز، وبالتالي راح يعمر عندك للفترات هذه. نلاحظ أيضا الثلاجات، نفس الشيء. في ثلاجات صراحة 10 سنوات، 15 20 وانت رايح. ليش؟ لأن المنظومة هذه تم تعبئتها، أو تعتبر منظومة مقلقة تم تعبئتها في المصنع وما فيها أي تدخل. وأيضا في أمثلة ثانية اللي هو المكيفات تقريبا الواقفة. يعني هذه الوحدات هذه لم يتم العبث فيها من قبل أي فنيين، ولكن تم تجهيزها من المصنع، وبالتالي الغاز فيها مضمون 100%، يعني ما في أي شيء. نجي لكلمة نعم، زين. وأيضا إذا ردينا على كلمة لا، إذا أنت فني شاطر صراحة وعندك وحدات مثلا سبلت، ولا خلي الوحدات سبلت هذه ما بنحطها في المكان، نجي النعم. نعم ممكن لها مدة صلاحية، والمثال عليها وحدات السبلت. وحدات السبلت تتكون من داخلية وخارجية ومواسير، زين. طبعا طريقة الربط أو طريقة تنصيب الوحدات هذه ممكن تدخل مع الفريون هواء، رطوبة، أتربة. واحد يقول لي كيف بيدخل التراب؟ أحيانا المواسير هذه تكون متسخة، أحيانا أماكن الربط هذه تكون متسخة، أحيانا هوزات التعبية تكون متسخة، وبالتالي هذه نعم ممكن تكون لها مدة صلاحية. كم مدة صلاحية؟ الله أعلم، أنت وحظك. سنة، ممكن أقل من سنة، سنتين، ثلاث، أربعة، خمسة، وبعدين راح تعاني من مشاكل وتستوي عندك مثلا خلل في المنظومة وترجع تعبي غاز. إذا هذه لها مدة صلاحية. انزل
نجي للاسطوانات، اسطوانة الغاز هذه جاية من مصنع مسكرة ما فيها أي شوائب، فيها غاز بيور 100% نقي، غاز نقي. شو اللي يتلفها؟ اسطوانة الغاز تتلف؟ نعم تتلف اسطوانة الغاز. الفني إذا ربط هوز الخدمة، أحيانا هذا الهوز فيه هواء وبالتالي دخل هواء للأسطوانة، بعد فترة تتلف. أيضا الفني أو أنت كفني جاي تعبي منظومة، المنظومة هذه فيها هواء، زين، أنت جيت وضعت أسطوانتك هذه الجديدة بشكل طبيعي وعبيت غاز، رجع معاك هواء من المنظومة لا داخل الأسطوانة، لذلك يضطر بعض الفنيين لقلب الأسطوانة للحفاظ على الغاز الموجود فيها، وبالتالي الأسطوانة هذه نعم ممكن تتلف، بس ما تتلف من المصنع، حتى لو حطيتها سنة سنتين ثلاث خمسة 10 سنوات ما تتلف، طالما أن ما فيها أي رطوبة داخل، لأن الرطوبة ممكن تسبب لك صدأ، الرطوبة ممكن تسبب لك صدأ في داخل جدار الأسطوانة من الداخل، ممكن تتفاعل مع الغاز وبالتالي أتلف هذا الغاز الموجود. أما فعليا الأسطوانات ما منها أو ليس لها مثلا فريون التبريد، ليس له وقت محدد، طالما أنت لم تستخدمه ممكن تخليه عندك في الوقت اللي راح يدخل فيه هواء، اعرف أن لها مدة معينة وانتهى الموضوع. هذا فقط حبيت اني اتكلم عنه لان سألت عنه كثيرا، هل منظومة وحدة تبريد غازها مثلا يتغير، غازها يتلف، لمدة صلاحية، لو عمر افتراضي يجب ان الواحد مثلا من بعدها يغيره؟ لا. ايضا للسيارات، قبل ما انسى، السيارات نفس الشيء، احيانا تحصل سيارات 10 سنوات، الأشخاص 10 سنوات ما لمس شيء في المكيف ماله، الغاز أصلي، بس من يصير عندك أي عطل ويدخل لك واحد فني يعمل لك صيانة بدون علم ويدخل لك زيت سيء، زيت سيء، صح، حتى زيت سيء هذا ينطبق عليه، يعني زيت سيء، غاز سيء، خلاص انتهى الموضوع، أصبح عندك الغاز هذا اللي أنت راح تحطه أصبح راح يتلف معك. هذه طبعا من الأسئلة الشائعة اللي وصلتني أنا، وكثير من الأخوان يسألون عنها، ولكم أنتم حرية مثلا إبداء الرأي، إذا أي شخص مثلا يشوف أن الغازات هذه لا ما تتلف أو الغازات تتلف، لكن هذا أنا رأيي قلته صراحة من باب الخبرة، وجدت أن هذه الأسطوانات نعم ممكن أنها تتلف مع مرور الزمن بسبب تدخل الفني أو الشخص نفسه وليس من المصنع. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني بين فترة وفترة أمر على بعض الأسئلة أشوف إذا كانت مثلا تستاهل الواحد يجاوب عنها. أيضا في سؤال عجبني صراحة وتكرر دائما، هذا دائما يتكرر السؤال، إن شاء الله راح أركز عليه في مقطع قادم، كيف نعرف نسبة وكمية الزيت، وكيف نعرف هل يوجد زيت أم لا؟ هذا طبعا دائما يتكرر من الأشخاص يبغون يعرفون يعني مثلا شو الأسباب اللي تؤدي إلى نقص الزيت، وكيفية معرفة إذا كانت مثل منظومة تحتاج إلى إضافة زيت أم لا. إن شاء الله ممكن أجاوب عليه بكرة يعني. شكرا.